مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. حلقتنا اليوم مليئة بالمفاجآت والأخبار. من بعد مشاركته لمئة فيديو على قناته على يوتيوب، عايد غيث مروان متابعينه بمناسبة السنة الأولى من دخوله لعالم اليوتيوب. اسمعوا لي هالمعلومة المتأخرة. اليوم صباح لما فقت اكتشفت انه من 10 دقايق لما فقت اكتشفت انه انا لما وصلت 100 فيديو على اليوتيوب كان صار لي كمان سنة، يعني بنفس اليوم اللي وصلت 100 فيديو كان صار لي السنة على اليوتيوب. معلومة جدا فاشة، بس من اسبوعين كملت سنة على اليوتيوب. نزلت أصالة المالح ستوري على انستغرام من المستشفى وكتبت دعواتكم، وبعدها رجعت مسحت الستوري بعد ساعات قليلة من تنزيلها. ما رأيكم؟ هل دخلت أصالة للمستشفى بسبب الحمل أو لسبب تاني؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات. نشرت شهد مقطع على ستوري انستغرام وهي تغني، حيث أبهرت الجمهور بصوتها الجميل وهي تؤدي أغنية شو حلو. شو حلو حبيبي شو حلو، هالقمر شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دليله. من بعد ما شارك فريق فافا نابولي فيديو تحدي مسح المكياج واللي نال إعجاب المتابعين بشدة، حيث تحكم ويسان بالبنات بنزع المكياج كليا، إلا أنه بيسان قررت تنتقم فشاركت صورة قديمة لويسام وهو بدون لحية وكتبت ويسام بدون مكياج، حيث تداول عدد كبير من المتابعين الصورة القديمة وستوري بيسان. من بعد الحرب اللي صارت بين بيسان وجواني مؤخرا واللي حكينا عنها بالفيديو السابق بنشرة الأخبار السابقة، نزل أنس الشايب صديق بيسان المقرب ستوري على انستغرام عبر فيه عن مساندته ووقوفه مع بيسان بهذه الفترة. وام البيس ولا يهمك، احنا معك على الموت وكل جمهورنا بظهرك، ولا تقلقي والقادم معظم بإذن الله، وقربت إن شاء الله خير وانتظر كل إشي جديد حبيبي. تمكن نورمار من تخطي حاجز 10 مليون متابع على تيك توك، فشارك هذا الستوري وكتب رسالة شكر لمتابعينه الجلادين. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.